السلام عليكم، مرحبا بكم معي في يوميات الشيف حليمة، ونهاركم مبروك. وصفة اليوم كروستاتا بجبنة الريكوتا. كتجي هذه الوصفة رائعة ولذيذة، ونفس الوقت كتجينا سهلة في التحضير. مكونات ديالها متوفرة وكتجينا مقرمشة بزاف. البنات أكيد غادي تعجبكم، ووصفة إيطالية كنتمنى تعجبكم وغادي تنال الرضا ديالكم. بالنسبة للمكونات، كنحتاج هنا 400 من الدقيق، ضفت عليه رشة من الملح، 150 غرام من السكر الخشن، 120 غرام من الزبدة تكون بحرارة الغرفة. هنا عندي جوج حبات من البيض. كنحتاج هنا الخميرة الكيماوية 16 غرام. نمر للطريقة ديال التحضير. هنايا كنضيف الدقيق، وغنضيف السكر، وغنضيف الزبدة والخميرة الكيماوية، وصافي غادي نحاول غادي نرمل هذا الخليط. كنحاولو كنرملو هاد الدقيق مع الزبدة باش كنحصلو على واحد كنحصلو عليه بحال ما هكا كيكون مرمل. صافي، من بعد غادي نضيف البيض، غادي ندمج هاد العناصر. صافي كما كتبان لكم، تنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون بحال ما على هذه الطريقه، هذه كيكون الخليط مرمل. دابا غادي ندوزوا لهذا الكريمه اللي غادي نوجدوا مع هذا الخليط الاول اللي غادي نحشيو به. كما كتبان لكم هنا غادي نحتاجو 250 غرام من جبنة الريكوتا، وعندي ملعقة كبيرة من الكاكاو بودرة، كاكاو المر ما يعادل 15 غرام، وعندي جوج معلقات كبار من السكر. هنا عندي واحد الليمونة مبشورة. صافي انا غادي ندمج هاد المكونات كامله، غادي نضيف الريكوتا وغنضيف الكاكاو والسكر والليمون المبشور. صافي وغادي ندمج هاد المكونات جيدا. صافي، من بعد البنات ضفت هنايا واحد المول ودهنته بالزبده، وضفت عليه رشيت عليه الدقيق، وضفت عليه من الوسط واحد هذا ورق غذائي باش ما تجيني سهله ملي نبغي ملي طيب ونبغي نزولها من هذا المول. صافي غادي نضيف هنايا النصف ديال هذا الخليط، صافي وكنحاول كما كتبان لكم كنوزعو على المول، وكنحاول بحال ما كدا كنطلعو حتى من الجوانب كما كيبان لكم. صافي من بعد غادي نضيف الكريمه او الجبنه هذا الريكوتا من الوسط، وغادي نوزعها. فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون
الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بس زيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب صافي، من بعد ما ضفت الكريمه كما كتبان لكم، غادي نضيف النصف الاخر من الخليط على هالطريقه هذه. صافي، ملي كنوزع هاد الخليط كنحاول دائما كنبسط هادوك الجناب بحال اللي كنورك عليهم هكذا باش كيلصقوا مع بعضياتهم، وكنبسطهم من الفوق بواحد الطريقه اللي كتكون خفيفه بزاف. جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى. صافي، كما كتبان لكم حتى كنبسطها على الطريقه هذه. بالنسبه للفرن 170 درجه الحراره، غادي نخليها 45 دقيقه. صافي، حتى كتحمر كتاخذ ليا اللون الذهبي. من بعد غادي نخرجوها وكنخليوها حتى كتبرد تماما، وهذا هو الشكل النهائي كما كتبان لكم. الصراحه كنتمنى تجربوها، راه كتجي رائعه ولذيذه، ونفس الوقت سهله في التحضير. المكونات ديالها بسيطه، كتكون متوفره في كل بيت، وكتجينا مقرمشه بزاف. وبيدك هذا الحشوه ديالها ديال الريكوتا مع الكاكاو كتجينا حتى هي لذيذه بزاف، وكتعطيها واحد بحال ما كتجينا من الداخل كريميه وهشيشه بزاف من الداخل، ومن الفوق كتجينا مرمله. كنتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، وينال الرضا ديالكم، وكنتمنى دائما التشجيعات ديالكم. خليوا لي عدد كبير من اللايكات، وشاركوا في القناه باش يلحقكم جديد الوصفات، ودائما فعلوا الجرس هذاك اسفل الفيديو باش يلحقكم دائما هذا جديد الوصفات ديالي. وبسلامه عليكم، وخليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.